كم مرة بتوقف فيه وبتتفرج على حالك بالمراية اليوم؟ كتير كتير أوف كتير كتير والله كتير 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 رقم رح أحكي تقريبي يعني ما بدناش الحقيقة 400 مرة صراحة كل ما أشوف مراية بطلع حالي خصوصاً غرفة فيها كتير مرايات. كم مراية عندك بالبيت؟ كتير يعني عندي بأوضتي مثلاً 5 كتير كل ما أشوف مراية بطلع أي مراية بتلاقيها قدامك بتطلع؟ حتى بالباص بكون بطلع حالي بالمراية طول اليوم 10 مرات مرة في اليوم 15 مرة يعني 5 مرات 5؟ قليل 5 مش كتير لا ما أنا بقضيها نوم مرتين ثلاث بس كل اليوم مرتين ثلاث؟ لا الصبح قبل كل ما أطلع يعني مرتين ثلاث بس؟ اليوم أكيد مش أكتر؟ لا لا من هون لهون؟ لا قبل ما أطلع الجامعة بس أرجع البيت قبل ما أطلع مشواري بس أنا منه علي ما بتفرج بالمرة على المراية إلا الصبح أول ما أصحى بس وهيك جبرة خاطر بس ما أقول في ناس عندهم هالهوس 12 مرة باليوم بل أكثر من 25 مرة 25 مرة باليوم؟ آه وأكثر يمكن كل ما شفت شعرة نزلة برفعها آه مثلا شفتها أي جهة مزابطة بسويها أي جهة ما عنديش مراية أنا بالبيت ولا مراية؟ آه ولا مراية ولا بالحمام ولا بال ولا شيء ما في شيء بالحمام مرتين بس؟ لا ما أصحى الصبح هيك مرة بكون مرة طريق هيك بطلع بسوي الشعرات أهم شيء تضبط الكوكو والأشياء والغرة كل يوم الصبح والمساء مش ما بعدش يعني لما اجي اطلع يعني مره مره مرتين باليوم ولا كل طلعه بتشوف حالك 7 مرات بتغني بتحكي مع حالك والله كمان ايه ما بيقولوا اذا تفرجت على المراية كتير بتجن طبعا انا جنيت شوي والله نحن شبه مجانين يعني بدك تقول شبه مجانين اول شيء اضبط حالي اضبط وعي اضبط اعطيني موقف اكمل حركه غريبه مثلا انه هيك يعني اي شيء غريب يعني مش عارف صراحه بتقعد تمشي من بعيد لحد المراية انه تمشي هيك تفرج حالك انه تتاكد اذا انت كل شيء تمام اذا مشيت هيك كل شيء تمام اذا قعدت كل شيء تمام يعني بتحاول انت تقنع حالك انه في شيء بس هو ما بكون لا مش لا بغني يعني صوتي بقرب بمثل لا ما فيش طب شو رايك اذا واحد بيحكوا انه اللي معه مصاري بيشوف حاله على المراية حلو لا اما اذا كنت طفران بتشوف حالك مش حلو لا هو اللي طفران بيكون شايف الدنيا كلها مش حلوه بطلع حالي بشوف اذا في شيء ظابط شعر طالع هيك او مرات بحكي بحالي او بغني او شيء يعني هيك بفكر مرات بسرح بحكي مع حالي ما بغني انا ممكن تعمل مشهد تمثيلي لا بس بمشط بس كم تاخذ معك وقت؟ يعني 5 دقائق غني وساعة انا عم مشط شعري وممكن ارقص كمان تمام ايش ممكن تسوي يعني على المراية تسوي مشهد تغني كذا وتمثل ايش في اشياء غريبة ممكن تسوي على المراية؟ ولا شيء